Сейчас вот خلعوا كل رسومات الكاريكاتير الموجودة على الحيط هون المعلقة بالبروازة، خلعوا صور رسمين كاريكاتير ناجل عليه وبهاء البخاري، وخربوا وعاثوا في كل المرسم فساد، كسروا وصادروا رسومات كاريكاتير وتركوا هاي لحالها موجودة في كل الحيط هون لرسامة كاريكاتير يهودية سوسكندا اسمها، رسمة كاريكاتير تعادي فيها الديانة الإسلامية وتعادي فيها الوطن الفلسطيني، رسمة خنازير مثلتهم يعني بسيدنا محمد وأبو عمار وبدنسوا بالقرآن الكريم وحاملين هلال بنكب دم، ورسمت نفسها أنها داخل السجن وأنها مقيدة لأنها رسمت نجمة إسرائيل. فهي كمان هي رسالة واضحة أنه الاحتلال احتلال عنصري واحتلال يحاربنا في كل شيء يمت لعربيتنا وديننا ووطننا وعلمنا واسمنا واسم فلسطين. يعني رسالة واضحة عن تكميم الأفواه، تكسير الأقلام، تكسير الأيادي وتكسير العظام كما كسروا العظام في الانتفاضة الأولى، واليوم بنفس السياسة بشكل آخر بوجه قبيح آخر بتعامل فيه الاحتلال الإسرائيلي. أي إنسان فلسطيني بيأثر في الشارع، بيأثر في الجمهور، بيأثر في العالم، بنقل صورة الواقع الشعب الفلسطيني بكل حق وبكل حرية وبدون تزوير، بنقلها بكل ما هي على أرض الواقع موجودة، يجب تكميم قلمه أو تكميم لسانه. خلعوا الباب ودخلوا على البيت، دخلوا على المرسم، خربوا كل شيء فيه، هاي كسروا كل شيء وخربوا كل شيء. وخلعوا كل رسومات الكاريكاتير المعلقة هون وهون كمان كلياتها. بعرفش بلشوا يفتشوا ويقيموا ويخربوا، يعني أنا رشيف الكاريكاتير الموجود تبعي هون تقريبا بدأت في رسم الكاريكاتير من 98، فكل رسوماتي مقرشفة، هي خربوها كلياتها وصادروا رسومات كاريكاتورية، صادروها البكت كلها المعلقة على الحيط أخذوها. بدعم فيها ثورتنا الفلسطينية وانتفاضة الأقصى وانتفاضة القدس، أسران البواسل، محاربة الجدار، المستوطنات، الاستيطان، الاعتقالات، رفع معنويات أسران البواسل. كانت سنة 2014 نشرت رسمة كاريكاتير عن النكبة الفلسطينية على تهجيرنا بال48، فأحد الأصدقاء بلغني إنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منزل على صفحته الشخصية رسمة كاريكاتير إلي بحكي فيها كيف انه دولة اسرائيل بنت دولتها على انقاض وطن وعلى وطن وعلى شعب، فنشرها على صفحته وبتهم فيها اني محرض للعنف بالارهاب، معادي للسامية. بعدين حذفوا رسمات كاريكاتير بعد الاتفاق الاسرائيلي الفيسبوك مع شركة فيسبوك، حذفوا لي رسمتين كاريكاتير عن الصفحة بعد احداث الدهس اللي صارت في القدس لجنود الاسرائيليين. هذا الكاريكاتير اللي نزله رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو على مفتاح العوده، كانوا منزلين رسم كاريكاتير لواحد نازي سنه 1930. الكاريكاتير الفلسطيني حملوا جيل من شهدائنا وراحلينا، الفاين الكاريكاتير زي ناجل علي وزي بهاء البخاري ويستمر رسامين الكاريكاتير كمان جيلنا جديد، خليل ابو عرفي ورمزي وهشام ومحمد سبا يعني، وكل هالشباب مستمرين، ومية جحا، كل هالرسامين الكاريكاتير وهاني عباس كلهم ما شاء الله عليهم شباب يعني مستمرين بحمل الراية الكاريكاتير الفلسطيني.